نجح فريق الفيصلي في تحقيق لقب دوري المحترفين بعد تفوقه على سحاب 4 أهداف دون رد، مستغلا تعثر الجزيرة المنافس بالتعادل أمام الأهلي بنتيجة سلبية. المزيد عن هذا التتويج باللقب رقم 33 في تاريخ النادي في التقرير التالي. انتهت رواية دوري المحترفين وكتب الفيصلي السطر الأخير في حكاية المنافسة على اللقب عندما توج باللقب رقم 33 ليتسيد اللون الأزرق اليوم الختامي ويرفع نجوم النسر الأزرق اللقب في استاد عمان وسط جماهيرهم الغفيرة التي حضرت بكثافة وملأت جنبات استاد عمان. الجولة الأخيرة التي كانت مشتعلة بالمنافسة على اللقب بين الفيصلي والجزيرة اللذين كانا يلعبان في نفس التوقيت، وكانت التوقعات تتجه إلى مباراة فاصلة، ولكن الفيصلي أنجز مهمة سحاب برباعية، والأهلي أهدى اللقب للفيصلي بتعادله مع الجزيرة الذي تبخر حلمه بمعانقة اللقب بعد غيابه 60 عاما، ليرفع الفيصلي رصيده إلى 46 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن الجزيرة الوصيف. اللقاء الأول في استاد عمان، بحث الفيصلي مبكرا عن الأهداف التي تفرح جماهيره الحاضرة، فضغط بقوة نحو الأمام، ولكنه اصطدم بحارس شاب هو خالد الزعبي الذي تألق بإنقاذ شباكه من هجمات الفيصلي. في الشوط الثاني انفجرت هجمات النسر الأزرق في مرمى سحاب ليسجل رباعية، وتناوب على تسجيلها كل من لوكاس وأكرم الزوي ويوسف النبر، لتنطلق بعدها احتفالات جماهير الفريق فرحا باللقب الغالي والغائب عن خزائن الفريق منذ فترة طويلة. من جهة ثانية، نال القطري ناصر العطية لقب رالي الأردن المرحلة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات، فيما نجح البطل الأردني معروف أبو سمرة من تحقيق المركز الثاني في الرالي بكل جدارة واستحقاق. تفاصيل أوفى عن هذا الرالي المثير في التقرير التالي. للعام السادس على التوالي واللقب 11 في تاريخه، نجح البطل القطري ناصر العطية في التتويج برالي الأردن ثاني جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات. النسخة 35 من رالي الأردن شهدت تنافسا قويا بين المطاردين للعطية الذي غرد خارج السرب وحيدا بتفوقه في جميع المراحل. طبعا هذه الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط، الحمد لله كان هدفنا هو الفوز بهذا الرالي، ومثل ما وعدناكم حققنا هذا الفوز، وإن شاء الله نتمنى التوفيق إن شاء الله في المراحل الجاية. كما شهد الرالي إنجازا تاريخيا بإنهاء معروف أبو سمرة الرالي في مركز الوصافة ليصبح ثاني سائق أردني يحقق هذا الإنجاز، معادلا نتيجة الراحل نبيل ديراني في نسخة عام 1981، والمركز الأول على ترتيب بطولة الأردن، وأحرز لقب الفئة الثانية MRC2 في هذا الرالي، مستغلا تعرض بطل الموسم السابق خالد جمعة لخلل فني أجبره على الانسحاب في اليوم الثالث، فيما نجح المتسابق الكويتي مشاري الضفيري من إحراز المركز الثالث. العودة كانت لي بحب هاي الرياضة، بالرغم من انقطاعي 2.5 سنين حبيت انه ارجع اشارك، وما كنت بتوقع انه اكون بهذا المركز، لكن لما يعني عملنا اول جولة امبارح وجدت حالي انه بالمركز الثاني، فاصريت انه اظني موجود ومحافظ على هذا المركز. رالي الاردن مش غريب على بطولة الشرق الاوسط، ودائما تحبنا في جديدة. اليوم عندنا مرحلة استعراضية في هذا السنة، آخر مرة سوينا مرحلة استعراضية أنا ما شاركت الرالي هذا 2004، فبداية ونهاية حلوة حق الجمهور، منطقة ممتازة للجمهور بعد. وفي الختام توجت الأميرة آية الفيصل مندوبة عن الأمير فيصل بن الحسين رئيس هيئة المديرين للأردنية لرياضة السيارات الفائزين في رالي الأردن الدولي 2017. أجواء رائعة وحماسية وبطولة مميزة نظمتها الأردنية لرياضة السيارات، والتي أضافت جولة استعراضية ختامية لاقت استحسان المشاركين والجماهير.
أوروبيا، تواصلت الأجواء المشتعلة في الليغا الإسبانية حين تمكن ريال مدريد من الفوز على مضيفي غرناطة في إطار مباريات الأسبوع 36 من البطولة الإسبانية لكرة القدم. خامس رودريغيز سجل الهدف الأول للريال سريعا في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء، ثم عزز نفس اللاعب بالهدف الثاني في الدقيقة العاشرة قبل أن يضيف موراتا الهدف الثالث والرابع على التوالي لريال مدريد في الدقيقة 35 بالهدف الرابع، ليعزز ريال مدريد موقعه في المركز الثاني برصيد 84 نقطة وبفارق الأهداف عن برشلونة الذي ضرب بقوة بدوره حين حقق الفوز على فياريال بخمسة أهداف مقابل هدف واحد. ويذكر بأن ريال مدريد يبقى له مباراة مؤجلة.